جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها مستمع يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 24 عاما، تعرضت لحادث عندما كان عمري في 13، ونتج عن هذا الحادث انزلاق في العمود الفقري وبعض الدكمات في الركبة والساقين، وأصبحت الآن شبه عاجز، وتوالت علي الأمراض والقرح في المعدة. يعني أنني أريد أن أقول إنني على طول الوقت متألم من كل هذه الأمراض لشدتها، وأعاني من ألم شديد في الساقين والركبة عندما أحاول الوضوء والصلاة، ولا أستطيع أصلي كما يصلي الناس. بماذا توجهونني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تفعل ما تستطيع. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت تتوضأ حسب ما تستطيع، وتصلي كذلك حسب الاستطاعة. فإذا كنت تستطيع الصلاة قائما، يجب عليك أن تقوم في الفريضة، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. وإن لم تستطع فصلي قاعدا، وإذا كنت تستطيع الركوع والسجود إنه يجب عليك ذلك. وإن كنت لا تستطيع الركوع والسجود على الوجه الأكمل، فإنك تومئ بهما وتجعل سجودك أفضل من ركوعك. الحاصل أنك تصلي على حسب استطاعتك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع قاعدا، فإن لم يستطع على جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. جزاكم الله خيرا. هل يحق لي مع هذه الأمراض أن أطلب من الله الموت؟ لا يجوز لك أن تطلب من الله الموت، ولكن تسأل الله أن يختار لك الخيرة المباركة. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا ود فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يصور حالته النفسية تصويرا دقيقا في آخر سؤال له شيخ صالح، وفي النهاية يرجو منكم التوجيه حتى يصبر على ما ابتلاه الله به، يحفظكم الله. نعم. حالته النفسية فيما يبدو سيئة للغاية، وذلك حسب تصويره لها في سؤاله الأخير وحينئذ يرجو منكم التوجيه حتى يصبر على ما ابتلاه الله به. المؤمن يصبر ويحتسب ولا يجزع ولا يتسخط لقضاء الله وقدره. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، فعليه بالصبر والاحتساب، وهذا مما يكفر الله به ذنوبه وخطاياه. والجزع لا يأتي بشيء، وإنما يزيد على المبتلى ألما وحسرة، وهو من الشيطان. جزاكم الله خيرا. يسأل شيخ صالح: ما رأيكم عندما يعيرني أهلي في مرضي ويقولون لي: أصبحت عاجزا ولا نفع منك؟ عليك بالصبر والاحتساب، ولا تتأثر بما يقال عنك، لأن هذا ليس باختيارك. عليك بالصبر والاحتساب. وننصح هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يتركوا هذا الكلام السيء، لأن هذا يؤثر على هذا المصاب، ولأنه لا يؤمن أن يصيبهم وأن يبتليهم الله بمثل ما ابتلاه. نعم. يسألكم شيخ صالح يحفظكم الله: هل المرض عقاب من الله لحده؟ الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فلا شك أن المصائب تكون بسبب المعاصي والمخالفات، ولكنها خير للمؤمن، لأن الله يكفر بها خطاياه. نعم. جزاكم الله خيرا. لا أستطيع الصيام بسبب القروح في المعدة، فماذا علي؟ إذا كان الصيام يشق عليك مشقة غير متحملة بسبب القروح التي في المعدة، فإنك لا تصوم، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن هذا مرض مزمن لا تستطيع معه الصيام. وإن كنت تستطيع في بعض الأوقات دون بعض، فإنك تؤجل الصيام وتقضيه في الوقت الذي تستطيع فيه. وإن كنت لا تستطيع باستمرار، فإن الإطعام يكفي عنك. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فتطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع، أو كيلو نصف تقريبا عن كل يوم، سواء دفعت نصيب الأيام دفعة واحدة أو دفعتها مفرقة، وسواء
سواء أعطيتها لعدة مساكين أو لمسكين واحد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بحكم عجزه شيخ صالح قد لا يكون له كسب وقد لا يكون له مورد، هل من كلمة حول هذا الموضوع يحفظكم الله؟ على كل حال إذا كان لا يستطيع يطعم ينتظر، الله يكون دينا في ذمته، إن تيسر فإنه يدفعه ولو بعد حين. نعم.